صباح الخير، معكم شهد الصوص من كلية التمريض سنة ثالثة. رح نبلش مع بعض كورس الميكروبيولوجي. هنحكي فيه عن المادة، كيف بيجي امتحانها. ممكن رح نبلش من أول سلايد للأخير إن شاء الله. حنغطي المادة بالفصل الصيفي هذا. هلا المادة لو بدنا نيجي نطلع عليها، حنلاقيها مقسمة لثلاث أجزاء أو أربع أجزاء سوري. أول إشي بتحكي عن الانترودكشن. الانترودكشن اللي فيها اللي بنحكي عن انواع الخلايا، انواع الكائنات، احاديه الخلايا، غير احاديه الخلايا، كيف تتطور، كيف تنمو، ايش الاشياء اللي بتاثر على بيئتها المحيطه، هل ممكن تموت وكيف، مثل هاي الاشياء. القسم الثاني من الماده رح نحكي فيها عن المناعه، مناعه الاجسام، يعني اجسام البشر ضد هاي الكائنات، مناعه ضد الكائنات هاي ضد الانتيبيوتيك اللي احنا بناخذها او الادويه وغيره. القسم الثالث رح نحكي فيه عن الفيروسز بنفس الطريقة اللي شرحنا فيها عن الأشياء اللي من قبل، وإن شاء الله بتكون مادة سهلة، يعني حنشرحها سوا مع بعض، وإن شاء الله بتجيبوا فيها علامات عالية يا رب. تمام، هلأ نبلش بالسلايدات من أول واحد يعني للآخر إن شاء الله. نيجي لهون اللي قبل ما فيهم إشي، بس إنه كيف من أول وين ندرس المادة، يعني المصدر المعتمد. والصورة الأولى بتحكي عن أو بتفرجينا بعض الشركات المهتمة في الميكروبيولوجي. هلأ هون بلش الدكتور بسلايد إنه بيحكي، أو كانت الناس تعتقد قديما إنه المسبب للمرض هو التلوث أو الهواء، لكن هاي اعتقاد خاطئ، لأنه المسبب المرض هو مش الهواء، هو عبارة عن كائنات دقيقة. هلا هاي الأمراض، مثلا عندنا الكوليرا، كانوا بيحكوا إنه الكوليرا الإشي اللي بسببه هو ميازما. البلاك ديث هو الكوليرا، ميازما هي بتعني كلمة، هي كلمة يونانية معناها التلوث. حكوا انه هاي هي المسببة لمرض الكوليرا، لكن بعد التقدم بالعلم من عام 1800 لعام 1900 تقريبا طلعوا بنظريات بتحكي انه المسبب للمرض هو الميكروبات الدقيقة، الكائنات الحية الدقيقة، مش الهواء زي ما كانوا يحكوا. هلأ عندنا هون الجيرم ثيوري اوف ديزيز، هاي نظرية بتحكي انه المرض هو كجرثومة، وكل مرض له جرثومة معينة، ومش الهواء هو اللي بيسبب الامراض. هلأ نيجي للعلماء اللي بلشوا في هاي النظريات. اول اشي عندنا العالم روبرت. العالم روبرت حكى انه او هو حدد العوامل المسببة لمرض السل، مرض الكوليرا والجمرة الخبيثة. كمان قدم دعم تجريبي لمفهوم الأمراض المعدية بالبشر والحيوانات، رح نحكي عنها بالسلايد الجاي إن شاء الله. عندنا العالم الثاني اللي هو لويس باسترو. لويس باسترو حكى عن أو اكتشف مبادئ التطعيم والتخمير الميكروبي، وكان في عنا نظرية اسمها سبوتينيوس جينيريشن. هذا العالم ضحض هاي النظرية ولغاها. هلأ إيش بتحكي هاي النظرية؟ كانت بتحكي إنه ممكن تطلع عندي كائنات تجديدة، الكائنات اللي أصلها أساساً بروتين وشو اسمه بروتين وأمينو أسد. حكى إنه هاي النظرية ملغية، أو هي سوري كانت تحكي هاي النظرية إنه الكائنات هاي ما كان إلها أي إشي سابق، يعني إجت من العدم. هو إجا وحكى إنه لا، الكائنات هاي إلها إشي أصلي قبلها، يعني انوجدت من إشي من قبل. عندنا كمان العالم ابن سينا. العالم ابن سينا حكى في هاي الموضوع كاملة قبل 1000 سنة بكتاب اسمه قانون الطب، وحكى انه المسبب للمرض هو جراثيم وكائنات حية دقيقة، لكن ما كان يعني ما نال شهرة واسعة زي هدول، او ما نال او يعني ما اخذوا نظرياته بجدية اكبر. هون عندنا نوت بتحكي إنه البيئة المعقمة ما بيجي عليها مايكرو أورجانيزم إلا إذا تعرضت للهواء. هذا الإشي بيعني إنه الهواء هو مش مسبب للمرض، لكن إنما هو ناقل لمسبب المرض. هذا هو الإشي اللي حكاه العالم باسترو. تمام،
هلا قبل شوي حكينا عن العالم روبرت انه هو اللي حكى او دعم قدم دعم لبحث تجريبي عن الامراض المعدية. هلا كيف قدم هذا البحث وشو اللي استند عليه من شان يثبت تجاربه؟ اول اشي كان يجيب حيوانات مصابة بامراض معينة، يجيب الجزء اللي فيها المرض ويقطعه، يحطها على مادة عشان يعمل تنمية للميكرو أورجانيزم اللي فيها، طبعا ينميها في بيئة نقية عشان يضمن عدم وصول اي نوع بكتيريا او اي نوع ميكرو أورجانيزم تانية إلها. بعد ما ينمي هاي البكتيريا كان يجيب كائن مش مصاب بالمرض، يعني كائن عادي سليم من كل إشي، ويحط هاي القطعة داخل هذا الجسم، داخل جسم هذا الكائن. هلأ كان يراقبه، إذا كان أو إذا صار هذا الكائن مصاب بالمرض معناها بحكي إنه هاي المايكرو أورجانيزم هي المسبب للمرض، إذا ضل سليم بحاول يشوف نوع بكتيريا تاني أو نوع مايكرو أورجانيزم تاني بسبب المرض هذا. هون كان يجيب، كان يحكي إنه المايكرو أورجانيزم لازم تكون موجودة بكل الأجسام المصابة بهذا المرض، هنا يقطعها وينميها في بيئة نقية، بعدين يجيب الكائن دقيقة بس. حكينا انه اول اشي كان يجيب كائن مصاب بالمرض، بعدين يجيب جزء منه عشان يدور على المايكرو أورجانيزم المسبب للمرض، يعمل لها تنمية في بيئة نقية، بعدين يجيب الكائن أو جسم الكائن السليم يحط في هاي القطعة اللي أخذها من الجسم المصاب ويراقبه عشان يشوف إذا صار له نمو أو إذا صار مصاب بالمرض أو لا. حكينا بيّن إنه بهاي التجربة بيّن الأمراض إنه سببها البكتيريا مش الهواء، وقدر يحدد بعض البكتيريا أو بعض المايكرو أورجانيزم أسفة المسببة لبعض الأمراض. هلأ عنا عالم أو عنا ناس طلعت حكت إنه غسل الإيدين قبل العمليات أو في غرفة الخداج للأطفال بتقلل من نسبة الوفيات بين الأمهات والأطفال الحديثين الولادة. طبعاً أول إشي أول ما بلش بهاي النظرية أو أول ما طلع لما حكى هيك صار يتمسخر عليه، ما صدقوا أبداً، لكن بعد فترة أو بعد ما اكتشفوا إنه المايكرو أورجانيزم هي اللي بتسبب هذا الإشي واكتشفوا طرق للتعقيم، لا لقيوا إنه نسبة الوفيات قلت كتير بسبب التعقيم أو بسبب استحداث طرق جديدة للتعقيم. هلأ هون نعمل مقارنة بين الـ countries اللي فيهم low income و lower middle income. هلأ لو منلاحظ أول إشي في low income إنه الأمراض اللي بتسبب للمرض أكتر هي اللي هو respiratory infection وال diarrheal disease. ليش؟ بسبب إنه ما عندهم كان تعقيم كتير، كان عندهم التلوث بشكل كتير كبير، تلوث لأنه بنقل مسببات الأمراض مش لأنه مسبب المرض نفسه. عندهم نسبة عالية من وفيات الملاريا والسل وغيرها. هلأ لو بنشوف الرسم الثانية اللي هي بتحكي عن اللور ميدل بنلاقي انه المسبب الاكبر للوفيات عندهم هو الاسكيميك هارت ديزيز، عندهم بالرسبيراتوري باللور ريسبيراتوري انفكشن لكن نسبته قليلة مقارنة بالتوب باللو انكم. السبب انه عندهم تعقيم اكتر وعندهم انفكشن اقل، يعني عندهم بيهتموا بالنظافة اكتر كانوا في هذاك يعني في الوقت هذا. هلا احنا ليش ندرس او ايش هو الميكروبيولوجي؟ حكينا الميكروبيولوجي is the study of all living organisms that are too small to be visible with the naked eye. This include bacteria, viruses, fungi, etc. هلا الاشي اللي هون ممكن نلاقي انه في هيك لبس على شوي، في منهم هي مش كلياتها living، في منهم كائنات بتكون living بس إذا دخلت على الخلية، يعني طالما هي موجودة في الهواء خلص، إذا دخلت على خلية معينة سواء انتقلت عن طريق DNA شي تاني أو انتقلت بالمي أو بغيره بتصير living وبتبلش شغلها في الجسم، لكن طول ما هي مش موجودة في أي إشي فخلص تعتبر dead cell.
هون حكينا إنه المايكرو أورجانيزم، حكينا إنه المايكرو أورجانيزم إلها عدة أشكال، منها البكتيريا والفيروس. طبعا هون بيعطينا كل واحدة قديش يعني اللينث تبعها والسايز. هون برضو بيعمل مقارنة ما بينهم وكيف الطريقة اللي نقدر نشوفهم فيها. عنا مثلا الفيروس اللي بيجي طولها ما بين 0.03 ل 0.3 نانومترز، نقدر نشوفها بالإلكترون مايكروسكوب. طبعا هذا أدق مايكروسكوب لأنه بيشتغل على الإلكترونز اللي بتتحول لضوء منشان إحنا نقدر نشوف. عنا البكتيريا وغيرها. هلا نبلش اول اشي بالفيروسز، رح نحكي عنهم بشكل عام بس لانه لقدام رح نلاقي سلايدات بتفصلهم بالطريق بشكل اكتر. اول اشي الفيروسز هي عبارة عن مايكرو اورجانيزم حجمها كتير صغير، تقريبا نانومترز، نقدر نقيسها بالنانومترز. حكينا الفيروس، حكينا قبل شوي انه في عنا كائنات بتعيش داخل الخلية، يعني برا الخلية بتكون ميتة وداخل الخلية فقط بتكون عايشة. من هاي الكائنات هي الفيروسز. الفيروسز ليكينج متابوليزم، تمام، بصير لها ريبليكيتينج بس داخل الخليه، يعني الاستنساخ والجروث تبعها بصير اونلي انسايد ذا سيل. بتاثر عنا في الكائنات الحيه مثل البشر، ممكن بالحيوانات، بالنباتات وغيرها. هلا لو نطلع على الصوره اللي عندنا هون بنلاقي انها بتتكون من دي ان اي عنا والجلايكوبروتين اللي هي الطبقة الخارجية لإلها. عنا هون اسمه كابسيد، هاي مادة بتتكون مادة بروتينية بتغلف الدي ان اي او الار ان اي. الدي ان اي تبعها والار ان اي بيكون تو ستراند. هون اشكال مختلفة إلها. هون عنا الانفلونزا فيروس، هاي الشكل تبعه. تمام. هلا حكينا هي فيها نيوكليوس اسيد، داخلها دي ان اي او الار ان اي، بتحط فيها الكابسايد اللي هي عباره عن ليبيد ممبرين بتاخدها من الهوست سيل اللي بتكون فيها. ايش يعني؟ يعني هلا هاي الفيروس بتروح على خليه بتصير عايشه جواها. طول ما هي داخل الخليه بتاخذ جزء منها اللي هو شو اسمه السيل ممبرين، وبس تيجي تطلع من الخليه بتكون ما اخذته معها. هلا شغله مهمه لازم نعرفها عن الفيروسز انها interactions tend to be highly specific. ايش يعني؟ انه الفيروس بيكون specific لماده معينه. هذا بيعني انه الفيروس ما بيرتبط بكل شيء، بينما الفيروس بيرتبط بخلايا معينه. طبعا كيف الفيروس رح يعرف هاي الخليه؟ بالدي ان اي او بالار ان اي تبعه في عندي كود منشان يتعرف، او يعني الخليه الثانيه تتعرف عليه منشان لما تيجي ترتبط فيه، عن طريق عده ميكانيزم مثل الانزيمات او الرايبوسوم او الامينو اسيد اللي موجوده جواته. هلا البروتين اللي بياثر بالنباتات، الفيروس اللي بياثر بالنباتات نفس الفيروس اللي بيأثر بالكائنات الثانية، لكن الفرق بينهم إنه الفيروس اللي بيأثر بالنباتات بتكون من one single RNA strand بتكون circular. من جان هيك ما بقدر أحكي عنه فيروس، بحكي عنه فيرويد. يعني الفيرويد هي عبارة عن viruses with one single RNA strand، طبعا circular و covalently close. طبعا هون عنا هاي الرسمة، عنا نباتات مصابة بفيروسز بفرجينا الفرق ما بينها أو درجة الإصابة بهذا الفيروس، الفيرويد اللي حكينا اسمهم. هون عنا بعض العمليات اللي بتكون داخل ما بين يعني الانتراكشن ما بين الفيروسز والسيلز التانيين، بس مش مهمين كتير. تمام. المايكرو أورجانيزم الثاني اللي رح نحكي عنه هو البريونز. البريونز كمصطلح تعريفي هي عبارة عن بروتينيوس انفكشوس بارتيكل، ترجمتها الحرفية يعني جزيء بروتيني معدي. ايش يعني؟
هي عبارة عن بروتينات ملفوفة بطريقة معينة منشان تساعدها على نقل المرض. هلأ لو بدنا نتطلع هون على الرسم شوي، هاي endogenous protein BC، هاي بروتينات سليمة غير مصابة، واللي هون لونها أحمر هاي بروتينات بنقدر نحكي إنها بروتينات مصابة. بصير عندي interaction ما بين ال BRBC اللي هي السليمة وال BRBS اللي هي المصابة. هلأ هذا الانتراكشن رح يعمل لي conversion من ال BRBC إنها تتحول ل BRPS، يعني البروتينات السليمة بتصير بروتينات مصابة، فبصير عندي كامل بروتينات مصابة. طبعا بصير لها growth بعد ما تنصاب، فبصير عندي كمية أكبر من هاي البروتينات المصابة اللي هي ال BRPS. هلأ لو بدنا نيجي نحكي إنه هاي البروتينز بتأثر بشكل خاص على البرين، بتأثر على الجهاز العصبي especially البرين. كيف؟ هاي المجموعة من البروتينات بس توصل للبرين بتصير بتخلي البرين عندي يعمل تآكل لهاي الخلايا الموجودة فيها. طبعا الشغلة لازم نحكيها انه هاي البروتينات ما فيها لا دي ان اي ولا ار ان اي. هلأ هاي البروتينز كيف ممكن تدخل لجسم الانسان؟ عن طريق بطريقين. أول طريقة الترانزميشن، إنه الإنسان أو الجسم بيتعرض لهاي لهاي البريونز. الطريقة الثانية الإنجستشن اللي هي الابتلاع. كيف؟ هلا أكل عن طريق أكل الأدمغة البشرية لجثث ناس كانت مصابة بهاي الأمراض. طبعا رح تحكوا إنه مين ده يأكل جثث أو أدمغة جثث. نحكي إنه في عنا قبائل أفريقية عندهم عادة متعارف عليها إنه الميت منشان يضل، يعني بمعنى آخر إنه تضلها روحه عايشة عندهم بيأكلوا أدمغته. وكمان عندنا ناس بتأكل يعني أدمغة الأبقار. عندنا العلماء شافوا لاحظوا سلوك غريب على بعض الأبقار، ولما أكلوا الناس أدمغتها انصابوا بنفس الإشي اللي هو مرض جنون البقر اللي بتسمعوا عنه. تمام، عندنا كمان أمثلة على أمراض بتسببها البريونز مثل مرض جايكوب، مرض الأرق العائلي القاتل. طبعا هاي الأمراض منها معدية مثل كورا. شغلة تانية، المرض هذا صعب شوي التخلص منه طبعا، لأنه التخلص منه بيعتمد على تدمير البنية الثلاثية للبروتين اللي موجودة داخله. هاي أهم إشي عن البريونز. تمام، هلأ رح نبلش نحكي عن البروكاريوت. كايروت صراحة مش عارفة أحفظها منيح. البروكاريوت اللي هي ما فيها نوع، هي عبارة عن مايكرو أورجانيزم رينج تبعها مايكروميتر، ما فيها نيوكليوس سو ما فيها دي ان اي او ار ان اي، ما فيها نوع يعني. هلأ هاي الكائنات هي عبارة عن مايترو، فيها مايتروكوندريا كلوروبلاست ار اكزامبل فور اندو سامبيوسز التعايش. الإشي المنيح فيها عشان تقدر تكمل في حياتها إنه فيها هذا الإشي اللي هو التعايش. من الأمثلة المهمة عليها اللي هي البكتيريا والأركيا. هلأ الأركيا هي عبارة عن نوع من البكتيريا بتعيش بظروف غامضة جدا وصعبة جدا مثل فوهات البراكين وتركيز حرارة تركيز عالي جدا وحرارة عالية كتير أو منخفضة كتير. لهيك يعني ما إلها علاقة كتير بالأمراض اللي ممكن تصيب الكائنات فيها، ما رح نحكي عنها كتير، رح نحكي عن البكتيريا بشكل موسع أكتر. هلأ هون بالرسمة هون عندنا التيبيكال بروكاريوتسل وهون عندنا الإيكاريوتسل. الإيكاريوتسل هي الكائنات اللي فيها خلايا فيها نيوكلياس اللي هي النواة سوري، مثل الانيمال سيل والبلانت سيل. هون مثل البكتيريا وان ستراند اوف دي ان اي، فيها دي ان اي بس ما فيها نيوكليوس. هون عندنا ميتوكوندريا والنيوكليوس كونتين الدي ان اي.
هون عندنا الأمثلة الإيكاريوت مثل البلانت الفنجاي الأنيمالز، وهون البروكاريوت عندنا البكتيريا والأركيا. هلا حكينا الفنجاي، الفنجاي هي حكينا عن إنها عبارة عن إيكاريوت، يعني فيها نواة ممكن تتكون تيجي على شكلين، عندنا اليست أو المولد فورمز. اليست أصغر similar to size، حجمها بيجي لحجم البكتيريا. المولد اللي هي مثل العفن اللي بيكون موجود بالخبز، بيكون خلية واحدة بيطلع منها إشي اسمه باب لقدام، برضو رح نشرح عنها كثير. الباراسايت اللي هي طفيليات وحديد الخلايا. انسيلولر برضو ما فيها إشي، رح نشرح عنها كثير لقدام. تمام. هلا احنا ليش بندرس الميكروبيولوجي؟ تمام. هلا في اخر الاحصاءات اللي انعملت تبين انه ثلث الكره، ثلث سكان الكره الارضيه معاهم مرض السل. فانا لما باجي بعرف الميكروبيولوجي بعرف كيف طريقه الترانزميشن للبكتيريا اللي بتسبب السل. مرض السل بتسبب بكتيريا مش فيروس. فانا لما باجي بعرف سبب انتقال هذا المرض، كيف بنتقل، كيف بنمو وغيرها. فأنا لما بعرف إيش البكتيريا أو إيش البكتيريا أو الفيروس اللي بتسبب مرض معين، بقدر أعمل limit من separation تبعها، يعني بقلل من نسبة انتشارها. برضو إشي تاني، أتوقع الكل سمع عن آخر إشي إنه صار الأجسام مضادة كتير للأنتيبيوتيك اللي بتطلع. البكتيريا بتطور من حالها. هلأ أنا كل ما بطلع عندي نوع بكتيريا جديد بحاول أخلق له أنتيبيوتيك منشان يعني بصير عندي مناعة قوية يعني جسم الإنسان. بس برضو بنفس الوقت هاي البكتيريا يعني ما بتضلها واقفة محل ما هي، بتضلها تطور من حالها منشان تعمل ريزيستنس لهاي الانتيبيوتيك اللي بتطلع. هلا برضه شغله ثانيه، انه مش كل البكتيريا ضاره. انا عندي بكتيريا موجوده في جسم الانسان مهمه كتير، بتفيدني في كتير شغلات مثل البروتكشن اجينست باثوجينز، بتعمل بتحارب الاجسام الغريبه اللي داخله لجسم الانسان. برضه بتساعد بصنع الفيتامينز، برضه موجودة في الإميون سيستم منشان تعمل تتعرف على الكائنات أو على الأجسام الغريبة اللي بتدخل. بتحمي الجدار الداخلي للإنتستن. وهي الوظائف للبكتيريا داخل جسم الإنسان. آخر إشي رح نعرفه بسلايد هاد، إنه لو بدنا نيجي نقارن بين عدد خلايا جسم الإنسان وعدد البكتيريا الموجودة جسم الإنسان، رح نلاقي إنه عدد البكتيريا أكتر بكتير من عدد الخلايا داخل جسم الإنسان. وهيك بنكون خلصنا أول سلايد. هاي الصورة بتوضح عدد الخلايا في عدد
وهيك بنكون خلصنا الاستاد الأول. إذا في حدا عنده أي سؤال راح ينزل رابط منشان تبعتوا عليه الأسئلة إذا كان في عندكم. ويعطيكم العافية، حنكمل الاستادات التانيين.